السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء في مدارس هبة الله، أرحب بكم أجمل ترحيب، ونستعرض اليوم درسا جميلا يتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدرس 25، الهجرة إلى الحبشة. قبل أن نبحر في ذكريات حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعونا نستعرض هذا الفيديو القصير الذي يتحدث عن بداية الهجرة. ادعى على المسلمين الأوائل إيذاء الكفار، فقرروا الهجرة من مكة. وفي رجب للسنة الخامسة من البعثة النبوية تسلل في جنح الظلام أول فوج مهاجر من المسلمين، وكان يتكون من 12 رجلا وأربع نسوة. وعلى ساحل بحر القلزم، وهو البحر الأحمر الآن، ركبوا سفينتين تجاريتين وفروا بدينهم مهاجرين إلى الحبشة، حيث ملكها العادل النجاشي. وفي رمضان من السنة نفسها أشيع أن قريشا أسلمت، فرجع المسلمون إلى مكة. فلما عرفوا الحقيقة عاد بعضهم إلى الحبشة، ودخل البعض الآخر مكة سرا. وعاد المشركون لإيذاء المسلمين، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالهجرة الثانية إلى الحبشة، وكان عدد المهاجرين هذه المرة 83 رجلا و18 امرأة. من خلال هذا العرض نستذكر معا أنه الهجرة لم تكن هجرة واحدة، هي هجرتين. اليوم إحنا بدنا ندرس الهجرة الثانية، الهجرة التي أشار فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه للخروج إلى الحبشة، وذلك للحفاظ على دينهم وحتى يسلموا من أذى قريش كما ذكر في العرض. بدنا نعرف اليوم معنى الهجرة، والهجرة مرت معكم في دروس الاجتماعيات، الهجرة هي انتقال الأفراد من مكان إلى آخر، ولكن ما يهمنا هنا هو الهجرة إلى الحبشة. ماذا نعني بالهجرة إلى الحبشة؟ الهجرة إلى الحبشة هي انتقال المسلمين من مكة المكرمة إلى أرض الحبشة، انتقال المسلمين من مكة المكرمة إلى أرض الحبشة. يا ترى ما الأسباب التي دعت المسلمين إلى أن يتركوا مكة المكرمة ويخرجوا إلى الحبشة؟ أذكركم بأن الحبشة هي مكان قريب من مكة، وسنستعرض معناها بعد قليل. الحبشة هي دولة أثيوبيا حاليا، وتقع شرق قارة إفريقيا. الحبشة مكان الآن هو اسمه أثيوبيا على الخريطة، اسمه أثيوبيا ويقع شرق قارة إفريقيا. ذكرنا أن هناك أسباب دعت المسلمين إلى الخروج إلى الحبشة، فما هي هذه الأسباب؟ أول سبب هو زيادة أذى قريش للمسلمين، حيث أن المسلمين تعرضوا للأذى الكثير بسبب المشركين. أشار عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتركوا مكة المكرمة ويخرجوا إلى الحبشة. 2، نصرة لله ورسوله، في الهجرة امتثال لأمر الله عز وجل ورسوله الكريم. 3، ليحافظوا على دينهم، فهم أرادوا أن يبقوا على دين الإسلام، فهذا كان السبب الثالث من أسباب هجرة المسلمين إلى الحبشة. ورابعا، لأن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد، هذا الملك اسمه النجاشي، هذا الملك اسمه النجاشي. إذن هذه الأسباب التي دعت إلى الخروج إلى الحبشة. أيضا سنستعرض معا فيديو جديد من خلال درسنا اليوم، وهو يتحدث في السيرة النبوية عن الهجرة إلى الحبشة، جميل جدا، أتمنى من الجميع متابعة هذا الفيديو. فين المكان وما يحلى الكلام غير بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ممتازين. المسلمين سابوا مكة، البلد الجميلة اللي فيها الكعبة، رغم إنهم كانوا بيحبوها قوي، بس سابوا مكة غصب عنهم وسافروا الحبشة. ليه؟ عشان الكفار الأشرار كانوا بيضايقوا ويعذبوا المسلمين عشان يخلوهم يعبدوا الأصنام. وعاش المسلمين في الحبشة عند الملك الطيب اللي مش بيظلم حد ولا بيضايق حد. اسمه ايه الملك ده؟ اسمه النجاشي، النجاشي ملك الحبشة. بس الكفار الأشرار بعتوا 2 منهم ومعاهم هدايا حلوة كتير للملك النجاشي عشان يرجع المسلمين.
ودوا الهدايا للملك وقالوا له في ناس أشرار جم بلدك الحبشة، خليهم يرجعوا معانا، قصدهم على المسلمين الطيبين. الملك كان طيب وعادل، رد عليهم وقال لهم لا، أنا مش هخلي حد يرجع معاكم، عشان هم دخلوا بلدي خايفين وأنا لازم أحميهم، وهجيبهم هنا وأسألهم عن كل حاجة. فالملك جاب المسلمين وسألهم انتوا ليه جيتوا عندي الحبشة؟ وليه سبتوا أهلكوا في مكة؟ قام جعفر، جعفر ابن أبي طالب، ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، قام وقال يا ملك، احنا في مكة كنا عايشين مع أهلنا وكنا كلنا بنعبد الأصنام وما كناش عارفين الصح، وكنا بنعامل بعض وحش ومحدش بيهتم بقرايبه، وبنضايق جيراننا، والقوي بيضرب الضعيف وبنظلم بعض، لغاية لما جه سيدنا محمد الصادق الأمين النبي اللي ربنا اختاره، وعلمنا الصح وعلمنا الخير، وخلانا نعرف ان الأصنام دي ما تقدرش تعمل لنا حاجة. جعفر كمل كلامه للملك وقال سيدنا محمد علمنا نعبد ربنا وندعي ربنا عشان هو بس اللي يقدر يعمل لنا كل حاجة، علمنا نقول الصدق، علمنا يبقى عندنا أمانة ونحافظ على حاجة بعض، علمنا نحب قرايبنا ونسأل عليهم، علمنا نحب جيراننا ونساعدهم، علمنا ما نأذيش الضعيف ولا اليتيم ونحافظ على مشاعرهم ونحبهم ونساعدهم. فسمعنا كلام سيدنا محمد وآمنا بيه. لكن الكفار اللي لسه بيعبدوا الأصنام أزونا وعذبونا عشان يخلونا نرجع نعبد الأصنام بتاعتهم. فجينا عندك الحبشة لما عرفنا إنك ملك عادل ومش بتظلم حد وبتدي كل إنسان حقه. فالملك بص لجعفر وقال له قل لي كلام ربنا القرآن اللي سيدنا محمد علمه لكم. جعفر قال له حاضر، وفضل يقرأ قرآن من سورة مريم. الملك الدموع نزلت كتير من عينه، عيط عشان يتأثر بكلام ربنا، وقال للمسلمين أنا مش ممكن أسلمكم للكفار أبدا، أنتوا هتفضلوا عايشين عندي في الحبشة في أمان، ومحدش من الكفار هيقدر يضايقكم وانتم عندي. فرجع الكفار لمكة وهم حاسين إنهم متغاظين قوي، بس يا ترى هيعملوا إيه؟ نكمل الحلقة الجاية. اللهم صلي على سيدنا محمد. اللهم صلي محمد نبينا أمه أمينة، محمد نبينا أمه أمينة، أبوه عبد الله مات مرأة، أبوه عبد الله مات مرأة، أبو طالب عمه كان يدافع عنه، أبو طالب عمه كان يدافع عنه، والسيدة حليمة مرضعة الكريمة، والسيدة حليمة مرضعة الكريمة. طبعا الفيديو اللي حضرناه مع بعض كان بيلخص قصة الهجرة إلى الحبشة، وطبعا من خلال هذا الفيديو رح نبدأ نحلل بدرسنا إن شاء الله، وبداية رح نتحدث عن تفسير لازم يكون إجا ببال كل واحد فيكم. يا ترى ليش قريش لحقت المسلمين على الحبشة لما عرفت بهجرتهم؟ قريش يا مس خافت من انتشار الإسلام، فلذلك لحقت بالمسلمين إلى أرض الحبشة وطلبت من الملك العادل إنه يسلمهم المسلمين بحجة إنهم حيأذوه وحيأذوا أرضه. كان موقف قريش لما راحت على الحبشة عشان تقابل هذا الملك، قررت إنها تقدم أشياء من أجل يوافق ملك الحبشة إنه يعطيهم المسلمين. إيش موقفهم؟ أول إشي طبعاً حكينا إنهم خافوا من انتشار الإسلام، أيضاً جهزوا قافلة مليئة بالهدايا الثمينة وبعثوها لملك الحبشة مقابل أن يسلمهم المسلمين. في بعض الإضاءات اللي بحب أنبهكم عليها لازم تعرفوها من قصة الهجرة، هاي الإضاءات رح نستعرضها معاً في هاي الشريحة. أول إضاءة إنه تعتبر هجرة المسلمين من مكة المكرمة إلى الحبشة هي طاعة لله ورسوله، حيث أن الله تعالى قال و
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. إيش معنى مراغما كثيرا وسعة؟ أي أن الله عز وجل يسلي ويخفف عن المسلمين الذين سيخرجون من أرضهم أرض مكة ويتركون أموالهم وديارهم وأملاكهم. هؤلاء سيخرجون من أرضهم إلى أرض أخرى، يقول لهم أنها مراغما، أي أن فيها ملجأ في هذه الأرض، ملجأ لكثير من الناس الضعفاء والمظلومين. أيضا ستلاقون هناك سعة، السعة هي زيادة في الرزق. هاي الإضاءة الأولى لازم نعرفها ونفهم إنه الخروج إلى الحبشة لم يكن أمر بسيط أو سهل على المسلمين اللي تركوا أرضهم وخرجوا إلى الحبشة. 2، الله عز وجل وصف المهاجرين من المسلمين اللي خرجوا وتركوا ديارهم وأموالهم من أجل الثبات على دين الإسلام بالصادقين، حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله، طبعا إلى نهاية الآية أولئك هم الصادقون. إذن الله وصفهم بالصدق، وما أجمل أن يصف الله عز وجل عبد من عباده بالصادقين. الإضاءة الثالثة، تذكروا أن من الذين خرجوا من مكة إلى الحبشة عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن من الذين هاجروا إلى الحبشة عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لم تتوقف الهجرة على أحد، كل من أحس بالظلم والضيق في مكة خرج إلى الحبشة. طبعا في الفيديو تناولنا أنه خرج جعفر بن أبي طالب وحدث الملك عن المسلمين وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه ليخبره عن سبب خروجهم من مكة، فتكلم قائلا: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونترك عبادة الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، ونهانا عن قول الزور وأكل مال اليتيم، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. هذا كان خطاب جعفر بن أبي طالب أمام الملك النجاشي. ما نريده هو أن نتعرف على هذا الخطاب عن قرب وندرس ونحلل ما الذي جاء فيه. ما جاء في الخطاب، بداية نود أن نتعرف على من قائل الخطاب. قائل الخطاب طبعا كما عرفتم هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ما مناسبة الخطاب؟ ما الذي دفع المسلمين إلى مثل هذا الخطاب؟ هو خروجهم إلى من مكة المكرمة إلى الحبشة. أيضا نريد أن نتعرف كذلك على معنى والمعاني التي اشتمل عليها الخطاب. ما معنى نأكل الميتة؟ نأكل الميتة أي الحيوان الذي مات وحده دون ذبح، كانوا في الجاهلية يأكلوه وهذا لا يجوز في الإسلام. 2، ما معنى نقطع الأرحام؟ نقطع الأرحام أي لا يزور بعضنا بعضا، ما بيزوروا، لا بيزور الابن أبوه ولا أمه ولا عمته ولا خالته، هذا بنسميه الأرحام. أيضا ما معنى الأوثان؟ كنا قوما نعبد الأوثان. الأوثان هي حجارة أو أصنام، هي حجارة نحتت على شكل معين، قد تنحت على شكل حيوان أو إنسان، ويعتقدون أن هذه الأوثان هي تصبح إله ويعبده. أيضا ما معنى الزور؟ قول الزور، نهانا عن قول الزور. الزور هو كل كلام كذب، الكلام الباطل الذي يتحدث به الناس. طيب، حكينا أيضا أن النجاشي كان له موقف عندما سمع خطاب المسلمين،
ما هذا الموقف؟ نريد أن نتعرف ماذا فعل الملك بعد أن سمع كلام جعفر. الملك رفض أن يعطي المسلمين لقريش، أيضا عرف صدق المسلمين وأعطاهم الأمان على أنفسهم، وأعطاهم الأمان على أنفسهم كمان دينهم، لم يعترض على دينهم. أيضا نتعرف على الصفات التي ذكرها جعفر بن أبي طالب للرسول صلى الله عليه وسلم. من الصفات الوردت أنهم قالوا أنه هذا سيدنا محمد ذو نسب معروف، فهو من قريش ومن قبيلة بني هاشم المعروفة، فهم يعتزون بهذا النسب المبارك. أيضا كان يعرف سيدنا محمد بالصادق الأمين، وهذا أيضا دفعهم للتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. في الجدول في درسنا أو في الخطاب ورد كثير من الصفات التي كان يفعلها المشركين في السابق، فهم في حياة الجاهلية، وجاء الرسول ونفى بعضها وثبت بعضا منها. نريد أن نتعرف على هذه الصفة من خلال الجدول التالي. صنف العادات التي كانت سائدة في الجاهلية والآداب التي دعا إليها الإسلام، مستعينا بالخطاب الذي درسنا. أنا طبعا وضعت لكم جدول، حطيت فيه العبادات أو العادات السيئة التي كانت في الجاهلية، نبدأها بعبادة الأصنام، ثم أكل الميتة، قطع الأرحام، يأكل القوي حق الضعيف، وإساءة الجوار. أما الآداب التي جاء الإسلام ودعا إليها، توحيد الله تعالى، صلة الأرحام، حسن الجوار، والابتعاد عن أكل مال اليتيم. أيضا ختمنا بالأمر بالصلاة والصيام والزكاة، وهي العبادات هي التي نقوم بها جميعا اليوم من أجل أنه إحنا مسلمين. هذا كان درسنا اليوم، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بشرح الدرس، فدرسنا بيحتاج إلى تركيز وبيحتاج إلى إعادة حتى تتمكنوا من المعلومات الواردة فيه. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم. كان معكم اليوم معلمتكم التربية الإسلامية، دمتم في حفظ الرحمة.